ليش حاسس اهلي فقيرين لحد النخاع؟ لوك انا هيك ربيتك؟ اسف بابا. ايوه الو مين معي؟ الو مين معي؟ الو مين معي؟ ما حدا معك، كلهم ضدك. ما حدا معك، كلهم ضدك، المهم قناعتك انك جبل ما حدا بيهمك. وعد يا ام هذا بيضل فراس، راح تبطل بياخه ولا لا؟ نمزح معك. انا اعطيتك رقمي مشان تتبايخ هيك بياخات. حبينا نتسلى شوي معك، ايش بك؟ مين كان معك على الخط؟ ها صاحبي فراس بابا. وشو بده منك؟ ايش بده؟ لا بس بده يقول لك، بس بده يقول لي ليش نحن فقراء. شو؟ مشرشح انا وهدومي معتة وما عم تعطيني مصروف كتير عالجامعة. هو هيك قال؟ اعطيني عنوانه، اليوم بدي اروح افطر عليه. صاحبي فراس ما غيره يا بابا. فيقك فراس ما غيره؟ خلاص عرفته، عرفت بيته. يلا سكر الخط، الحجي لعنده. خلاص تكرم. الو فراس، اليوم ابوي بده يجي يفطر عندكم. اهلا وسهلا انت وابوك. خمس دقائق بده يجي، بس خليك معي الخط شوي معلش. اهلين عمو محمد.